حكاية حلم، مشروع أطلقته جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء لكشف المواهب لدى الأطفال من ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، واختتمت فعاليته في مدارس بنات الشهداء. جمعية الجذور أنا لفتت نظري أنه اهتمت بالإنسان المعوق بشريحة معينة من أبناء وبنات الشهداء، رغم كل الظروف اللي الدولة بتعطيهم بتهتم فيهم بتحيطهم من اعتناء كل شيء مجانا، بس هالفترة هاي مثل ما قلت حتى المجتمع الأهلي يشعر أولادنا أنه هن مهمين بكل شرائح الوطن وهن مستقبل الوطن. فنحن هلأ عملنا المرحلة الأولى وبدنا نكمل مع الجمعية، لأنه الأفكار واحدة والأولاد وأولاد هالوطن كلنا مسؤولين عنهم. اليوم حكاية حلم، نحن وصلنا للفينال وطلع المتسابق سليمان داود، بس أكيد مو نهاية هذا الحلم. تمام، نحن رح نستمر بهي الموهبة وبالبقية المواهب، حتى رح نتابع معها نسقلها ندربها لحتى ونطور الأدوات الموجودة عندها ونضوي عليها، لأنه كتير في عندنا مواهب موجودة بسوريا والمفروض فعلا نخرجها بطريقة صحيحة. أنا اليوم بدي أقدم كلمة حلوة كتير، أو أنا قديش كنت سعيدة لما دعيت على هذا الحفل التكريم للأطفال المعوقين بأبناء الشهداء. أنا كتير سعيدة أني كنت موجودة معهم، وأنا دائما بكون موجودة بإذن الله تعالى، وسعيدة أكتر أنه في ببلدنا ناس بتفكر بأنه هدول الأطفال إن كانوا صبايا أو شباب انه يقدموا لهم شيء حلو. كثير كان جميل، كثير كان حلو هذا البدايه، انه فتح الباب خلقوا الجمعيه، خلقت شيء نوع من احتضان، انه فتحت مجال لهؤلاء الاطفال انه يعبروا عن مواهبهم، يعبروا عن مشاعرهم، يعبروا عن احاسيسهم. في مين يتبناهم؟ انا والله بالنسبه لي بالزمان ما حدا تبناني، يعني تعبت كثير لو شئت، وهو حلو التعب وحلو النجاح بعد ما بيجي بعد تعب. يعني لم يقف المجتمع طوال سنين الحرب على سوريا مكتوف الأيدي، بل على العكس وجدت مبادرات شبابية وجمعيات لاحتضان مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم، إيماناً من الجميع أن الأطفال وحدهم يضمنون إشراقة الغد وازدهار مستقبل سوريا.